1983 بعد زواجه بثلاث سنوات تم القبض على علي بالحاج. القبض عليه كان ليه قصة. أول مرة يتم القبض على الداعية الإسلامي علي بالحاج. إيه اللي حصل؟ كان علي بالحاج وصل به الأمر إنه هو يصدر فتاوى. كان بيجد من الآيات والأحاديث ما تطوع أهواؤه لخدمة أغراض أو انتصاراً لموقف أو انتصاراً لشخص أو لرأيه. في استخدم علي بالحاج فتاويه في هذا الإطار، حيث برر قيام أحد هؤلاء المتشددين التفجيريين التكفيريين بعملياته، وبرر من خلال إحدى فتاويه لهؤلاء القيام بعملية تفجير. تم القبض على علي بالحاج في قضية مشهورة في الجزائر اسمها قضية علي بو علي مصطفى. بو علي مصطفى ده من أوائل الدعاة للعمل المسلح في الجزائر، يعني أول من بدأ يدعو إلى العمل المسلح والتفجير والتغيير بالقوة والحاكمية، من تبنى أفكار سيد قطب الأفكار التنظيرية والنظرية كان علي بالحاج. بو علي مصطفى أول من تبنى الفكر الإخواني اللي هو فكر التنظيم الخاص، اللي هو فكر التغيير بالقوة، فكر التصفية، فكر القتل، فكر القنص، فكر التخلص من الخصوم بقنصهم أو بإلقاء الرصاص عليهم أو ما شابه. مين؟ بو علي مصطفى. من أعطاه الغطاء الفقهي كان علي بالحاج. ده كان في السبعينات والثمانينيات.